طبعا هي كثير من البرامج اللي خدمت المواطن العراقي، لكن هي ابرزها وافضلها بوجهه نظر اشوفها هي برنامج ست استبرق، ما يذكر اسمه، لكن هذا من اكثر البرامج اللي شفته خدم المواطن ونقل همومه وكثير حل مشاكل. وعليكم السلام. برايك كمواطنه عراقيه، ما هي افضل شخصيه اعلاميه ساعدت المواطنين لعام 2020؟ طبعا انا سمعت من اعلاميين عن استبرق الرباعي اللي يقدم برنامج صوت عراقي، هواي نشجع خلال هاي السنوات اللي فاتت تقريبا من 2011 انه اعلاميين عراقيين او اصوات نسائيه يقدمون برامج واطروحات تساعد بنقلهم من المواطنين. طبعا هاي البرامج احنا سعداء لهم انه يصير تسليط الضوء عليهم، على المقدمين ايضا، لان هم ينقلون يعني تحت مسؤوليه كبيره وتحت ضغط اجتماعي ايضا كبير بنقل هاي المشاكل اللي تخص المواطن العراقي. واريد انوه انه يعني مثلا برنامج صوت عراقي هو مو الوحيد، لكن هو واحد من الامثله بالبرامج اللي تخص تدعم هذا التوجه ودعم صوت المواطنين. ونتمنى من الناس اللي يقدمون هاي البرامج انه يكونون مهنيين وان يقدمون الشخصيه العراقيه بطريقه حلوه شويه. شكرا جزيلا مني ومن كل الاخوه ببرنامج صوت عراقي، ومن الاستوديو، من المخرج ايضا، سواء عمار اللي موجود ويانا او احيانا يكون تمام او قيصر. شكر خاص من معد البرنامج دكتور محمد الحسن الى الاخوه الاعزاء، ونشكرهم جزيل الشكر.